دي نقعد نكافح معاه حتى النهاية لآخر نفس، ما سمحش فيها أبدا. فاطمة مثال عن الأم المضحية، تقبلت إعاقة ابنها وحمدت الله على ما رزقها، آمنت به وبقدراته في الوقت الذي تخلى عنه الجميع، وشاهدت في سبيل أن يتعلم ويحقق لها حلمها بتخرجه ذات يوم. إن شاء الله ينجح يدي الدكتورة بتاعه ويدي الحياة إيلة إن شاء الله كيما الناس. عاش محمد رفقة أمه الكثير من الصعوبات في مراحله الثلاث، من نقص الإمكانيات وعدم تقبله من بعض المعلمين، والآن يعيش صعوبة التنقل إلى الجامعة بحكم بعد المسافة عنه، متمنياً أن تكون له سيارة خاصة لإتمام دراسته. عندما يدير الجميع ظهره لك، ستكون أمك هي جمهورك الوحيد. مثال ينطبق على قصة فاطمة وابنها محمد الذي يسعى لاستكمال طموحاته المستقبلية ليرد ولو قليلا جميل أمه.